بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم هبه من قناه بيتك اجمل معايا. النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي للولاد ولذيذه وبسيطه، وكل المكونات بتاعتها موجوده في البيت. اتمنى يكون النهارده الفيديو هيعجبك كده وتقومي على طول تنفذيها للولاد، زي ما جالي تعليقات كتير بسبب البوريك بتاع الجبنه والخليه النحل، فحبيت النهارده اشارككم معايا كده سهره الخميس بتاعتي واوريكم انا عملت حاجه حلوه للولاد من كوبايه دقيق وبيضايه واحده بس. قومي على طول نفذيها وان شاء الله هتطلع معاكي مية مية، والولاد هيحبوها وهيطلبوها منك على طول. مش عندك عسل، ممكن ترش على وشها سكر بودرة او شوكولاتة، يعني زي ما تحبي، ده اختياري فوق الوش. سيبك بقى تتفرجي على الوصفة، بس قبل ما تروحي تتفرجي على الوصفة ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان كل الفيديوهات اللي انا بنزلها توصلك. اسيبك بقى مع الوصفة. طلبوها منك كل يوم، والمقادير بسيطة جدا وتقريبا كده هتبقى موجودة في كل البيوت. ايه المكونات اللي معايا؟ كوباية دقيق وواحد بيضة بس كده. يلا بينا نخش على الطريقة على طول ونعملها مع بعض. اول حاجة هجيب معايا بولة كده، هنزل بيه كوباية الدقيق، وعلشان خاطر انا حاطة بقى كوباية دقيق هحط شوية ملح صغيرين، يعني رشة ملح بسيطة جدا كده بس كده. طبعا لو انت بتتفرجي عليا لاول مره ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها، وما تنسيش كمان تدوسي اللايك عشان يدعمني. هنزل بقى بمعلقه زيت واحده بس بالشكل ده كده، يعني حوالي معلقتين، وبعد كده هكسر البيضه على الدقيق زي ما انت شايفه كده، وهقلب طبعا المكونات دي كلها مع بعض. وطبعا معايا ربع كوباية مية للعجن، يعني على حسب كمان كمية الدقيق اللي انت حطوها. حتى كوبايتين دي هتحطي اتنين بيضة، والمية هتزوديها على حسب العجن برضه زي ما انت شايفة كده. هبدأ انزل شوية مية وابدأ الم معايا العجينة. بصي بالشكل دوت كده، حسيتي اللي هي محتاجة مية تانية هتحطي لها طبعا. دلوقتي بقى بعد ما عجنت العجينة زي ما انت شايفة كده، بصي اهي عجنت معايا، بصي العجينة هي مش تاخد منك وقت خالص، لان هي كوباية دي اصلا مش كتير، فمش هتاخد منك وقت خالص. اهي عجنت معايا اهي وبقت متماسكه، مش ملزقه ولا اي حاجه، بس انا عايزاها طريه كده. هبدا بقى ان انا احطها هنا كده واغطيها عندي باي حاجه، كيس بلاستيك، فوطه، اي حاجه في المطبخ، وبعد كده هسيبها تستريح شويه وهنشكلها مع بعض. زي ما انت شايفه كده انا غطيتها بقى وهسيبها تستريح شويه، وبعد ما تستريح هنشكلها مع بعض وهقول لك هنعمل ايه بعد كده. دلوقتي بعد ما استريحت معايا هنبدا بقى مع بعض نفردها كده ونشكلها مع بعض. هحط شويه دقيق كده صغيرين على الرخامه، وهبدا ان انا اخدها زي ما انت شايفه كده، هفردها بقى هنا كده على الرخامه. تفرديها بقى بالنشابة، تفرديها بايديكي، بس يستحسن بالنشابة عشان تتفرد معاكي كويس زي ما انت شايفة كده. دلوقتي بقى بعد ما انا فردتها زي ما انت شايفة كده، اهم حاجة تسيبيها تستريح عشان تتفرد معاكي سهل جدا. هبدأ بقى اللي انا اقطعها، عايزة تقطعيها مربعات، عايزة تقطعيها مثلثات، عايزة لو عندك اشكال وعايزة تعمليها اشكال عشان الولاد، شكل قلب، شكل نجمة، مش هتفرق الشكل ده بتاعك انت، على حسب امكانياتك، يعني على حسب الحاجات اللي عندك في المطبخ. انا عندي القطاعة ديت هقطعها بيها عشان تديني شكل السنون كده زي ما انت شايفة. هنعملها مع بعض. هبدأ بس اللي انا اشيل الاطراف ديت، بصي بصي زي ما انت شايفه كده بتضغطي عليها جامد، بس عشان دي اصلا مش قطعت عجين، بس انا هستغلها عشان تديني شرشره كده. بصي بالشكل ده كده، اهي كده. طبعا برضو عايزاها طويله، عايزاها مكعبات، عايزاها زي ما انت تحبي بالشكل ده كده.
بصي انا عرفت اللي هي بتتقطع ازاي، كنت الاول بقطعها غلط، لكن انتي بتمسكيها كده ومش بتضغطي كده، بتضغطي كده وتروحي متخريها كده لبره، تطلع معاكي مشرشره اهي، شايفاها مربعات ازاي كده، وتروحي تخريها كده اهي. نعمل واحدة تانية مع بعض اهي بالشكل ده كده. انا عملت الكمية كلها زي ما انت شايفة كده، بس كده دي الكمية بتاعتي. هبدأ بقى اللي انا اقليها في الزيت، مش هدخلها الفرن، هقليها في الزيت عشان خاطر هوريكي قد ايه هي هتبقى حلوة قوي. ومن كوباية دي واحدة عملنا كمية زي ما انت شايفاها كده، وبصي السمك بتاعها قد ايه، ده الارتفاع بتاعها يعني، بصي ما كملش ايه 1 سنتي. بصي اي هنقليها مع بعض في الزيت. بصي زي ما انت شايفة كده الزيت بيبدأ يسخن معايا، هبدأ انزل بقى بيها، مش عايزة زيت سخن قوي عشان تستوي من جوه وترتفع معايا. زي ما انت شايفة كده بجد الولاد هيحبوها قوي، ومش متعبة ولا اي حاجة عشان ما تكسليش اللي انت تعمليها، سهلة او بسيطة جدا ومش مكلفة كمان. تبدأ بقى دلوقتي اللي هي ترتفع معايا زي ما انت شايفة كده، اول ما تبدأ اللي هي ترتفع معايا هروح قلبها على الناحية التانية. بصي زي ما انت شايفة كده بدأت اللي هي تنتفخ معايا، بصي بترتفع كده معايا، اول ما احس اللي هي ارتفعت كده معايا والوش اتحمر هقلبها على طول على الوش الناحية التانية على طول زي ما انت شايفة كده. لو في 2 جنب بعض حاولي تبعديهم عشان تحمر الوش بتاعها ويبقى تاخد لون شكله حلو. بصي دلوقتي بعد ما اتحمرت قلبتها على الوش التاني وخلاص كده، ببدأ اللي انا على طول ايديا فيها، لو اتحمرت على طول كده ببدأ اللي انا اشيلها. شايفاها بتتنفخ ازاي دي كده، يبقى ناجحه معاكي وكله تمام. شايفاها اللي بتتحمر معايا، ببدا ان انا اشيلها بعد ما قلبتها على الوش كده، ما بستناش عليها لحد ما تحمر قوي لاني مش عايزاها لونها غامق قوي، لان اللون الغامق ده ما بتبقاش حلوه يعني. حاولي تعمليها اللون دوت كده حلو قوي اللي بتتعمل، ببدا ان انا اشيلها معايا على طول بالشكل دوت. مش هنزل بحاجه تانيه غير لما اطلع كل اللي في الطاسه عشان خاطر ما لخبطش الدنيا، وابقى انا مش عارفه اللي لسه حطاه من اللي لسه من اللي انا هشيله، لان المفروض اللي انت ما تقلبهاش غير بعد ما تطلعي اللي انت كنتي في الطاسه اللي كان في الطاسه بالشكل دوت كده يعني، ما تقلبهاش غير لما تتنفخ معاكي وتبدا اللي هي تحمر معاكي، تقلبيها على وشها تاني بالشكل ده كده. شايفاها على طول لان الزيت دلوقتي بقى سخن قوي معايا اهي، زي ما قلت لك تعمليها الاشكال اللي تريحك. خلاص كده البغاشه بتاعتي خلصت، بصي زي ما انت شايفاها كده، بصي منفوخه ازاي معايا، شايفاها بصي اهي بالشكل ده، بس هي سخنه جدا. هبدا اعمل ايه، عايزه تزينيها ب سكر بودرة اوكي مفيش مشاكل، هتبقى حلوة جدا. عايزة تحط لها صوص شوكولاتة برضو هتبقى حلوة جدا، لكن انا النهاردة عاملة لها عسل، عسل اللي هو العسل بتاع الكنافة بتاع البسبوسة العادي، بس مش عاملاه تقيل قوي، عاملاه يعتبر خفيف زي بتاع البلح الشام والزلابية. بس زي ما انت شايفة كده عاملة خفيف، هبدأ بقى اللي انا اسقيها بالعسل كده واحطها في طبق التقديم واوريها لك لما تطلع كده. خلاص ده طبق الحلويات بتاعنا النهاردة، اتمنى يكون الوصفة عجبتك كده ويكون سهلة وسريعة عليكي ومش مكلفة خالص يعني. بصي الارتفاع بتاعها قد ايه، بجد حلوة قوي. كمان لو مش عايزة تحط لها عسل ممكن تحطي سكر بودرة برضو هتبقى حلوة جدا. اتمنى يكون النهاردة الفيديو عجبك، لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى اللايك، ولو انت اول مره تشرفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعلي جرس عشان يوصلك كل جديد من عندي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.